مرحبا بكم درسلو هوني. هذه الرسالة براكتس كيس نمبر 23 الاكزرسيس 23. اليوم باش نشوفو دو فونكسيون جدد، واحدة اسمها كار واحدة اسمها راند بتوين. لي دو فونكسيون هذوما نستعملوهم كي يبدا عندنا ان بيزوان باش ندخلو دي دوني الياتوار في اكسل سولون دي كاركتير اللي يستعملهم اكسل. دونك كاركتير كي نقول كاركتير معناتها دي شيفر ولا دي سامبول ولا حروف، و اكسل يستعمل فونكسيون كاركتير هذه سي هاش ار ريلاتيف الكاركتير باش يعطيني الكاركتير اللي حاجتي بيه سولون اون ريفيرونس. دونك لازمنا نعرفوا اللي اكسل عنده 255 كاركتير، دونك من 1 حتى 255 هذوما لو نومبر نتاع لي كاركتير اللي اكسل يستعملهم. وكي نستعمل الفونكسيون كار هوني عندها سنتاكس نتاع لي فونكسيون، كي نستعمل فونكسيون كار ونحط الريفيرونس نتاع اي كاركتير مثلا نحطو 60 ولا 65 يعطيني الكاركتير ريلاتيف للريفيرونس هذه. تو نشوفوهم من 1 حتى 255 شنو هما لي كاركتير. بالفرنسي هي سي ار دونك كاركتير، والارغومون فيها ارغومون واحد اللي هو الريفيرونس نتاع الكاركتير هذه. ومش نستعمل فونكسيون بعد راند بتوين. راند بتوين هذه تعطيني اون فالور الياتوار ما بين دو ليميت، ليميت مينيمال و ليميت ماكسيمال. Range between بالانجلي aléa entre bornes معناتها aléatoire entre bornes. les bornes قلنا دو بورن هما مينيمال وماكسيمال. نشوفوا الاكزامبل نتاعنا اللي باش نخدموا عليه. عندنا ان تابلو فيه دو كولون، واحد فيه ايدونتيفيون اون لتر واحد فيه دي برودوي. والوبجيكتيف نتاعي في ليدونتيفيون اون لتر نحب نعطي دي ايدونتيفيون لكل برودوي هوني فيها ثلاث حروف، ونحب الجينيراسيون تاع الحروف هذوما تصير دون فاسون الياتوار من غير ما نقعد ندخل بالوحده بالوحده. معناتها ما نقعدش مثلا هوني نحط اكس اي ديغيت ال مثلا هوني ال ا بي. دونك انا نحب كل ارتيكل يخو ليدونتيفيون تاعو دون فاسون الياتوار باستعمال لي دو فونكسيون هذوما الكار والراند بتوين. بأول حاجة مع بعضنا خلي نشوفو شنو هما لي كاركتير. دونك باش نستعمل الفونكسيون هذي و باش ناخد الريفيرونس متاع التابلو هوني. دونك عندي تابلو هوني من 1 حتى 255، باش نهبط حتى 255 نجم نستعمل كنترول مع الفلاش الوطنية هذا غاتورسي خليني نمشي لاخر التابلو. دونك عندنا من 1 حتى 255 كيما تشوفو، باش ننزل على كنترول مع الفلاش الفوقانية باش نرجع من الأول، و باش نجي لل سيلول هذه باش ندخل الفونكسيون كاركتير سي هاش ار. دونك باش نزيد على ايجال باش نكتب سي هاش ار ونزيد على التاب. وقلنا الفونكسيون هذه تستعمل ارغومون واحد هو الريفيرونس نتاع الكاركتير. دونك قلنا عندنا من 1 حتى 255 هذاك علاش باش نختار هوني ال 1. سيلول هذه فيها الشيفر 1 دونك هذايا الارغومون. ونسكر البارونتيز ونزيد على كونترول بلس انتري ونشوفوا هوني يعطيني ان سيمبول مش واضح معناتها مش مفهوم. لي كاركتير هذوما من 1 حتى 32 يتسموا دي كنترول كاركترز في اكسل وما يظهروش في ويندوز. ابارتير من 33 لي كاركتير يوليو يظهروا. دونك باش نهبط الفونكسيون هذه حتى ل 255 ونشوفوا كيفاش لي كاركتير مش يظهروا لي. دونك باش نجي لل باش نجي لل البتي كارو هذا اللي تراو فيه ومش نحط الكورسور عليه مش نراو السيني بلوس ونقعد شدد حتى لين نهبط لل 255. كما تشوفوا الابروش هذه تاخذ شويه وقت سورتو تبدا عندنا ان تابلو فيه لي في ليني. دونك تو نشوفوا كيفاش نستعملوا ان راكورسي اسهل بياسر باش نجمو نعديو اون فونكسيون لبليزيور ليني. دونك نسيب هوني ونشوفوا لي كاركتير نتاعي يظهروا. هذوما لي كاركتير اللي استعملهم اكسل من 1 حتى 255. خلي نوريكم كي نهبط حتى 256 باغ اكزومبل هوني باش نكتب 256 وتشوفوا اكسل ما يعطينيش فالور على خاطر الليميت نتاع لي كاركتير فما كان 255 كاركتير. دونك هوني باش نزيد على كونترول بلس زد باش نانولي لاكسيون الاخرى نشوفوها تنحات هوني ونعاود نطلع. واللي قلنا احنا نحب نزيدو دي زيدونتيفيون بالحروف باش نشوفو كيفاش ما بين
65 الحروف يبداو ما بين 65 حتى 90 هذوما الحروف و ماجيسكول دونك انا مش نستعمل الليميت هذايا بين 65 حتى 60 حتى ال 90 نحطهم اون كولور ونعرفوا توا شنو هما لي ليميت اللي قلنا مينيمال والمارسيمال اللي مش نستعملوها في الفونكسيون راند بتوين لي كاركتير هذوما حطيت لكم في الفوي هذه ليست كامله نتاع لي كاركتير كيما عملت لها ليكستراكسيون من السيت نتاع مايكروسوفت تنجموا تلقاو لي كاركتير كاملين نتاع الفونكسيون كار من زيرو حتى لل 255 دونك هوني باش نجي ننزل في اي سيلول باش نعمل كونترول ومع الفوق باش نرجع له للتابلو باش نتعدى للتابلو الثاني نتاعي وقلنا باش ندخلوا دي ايدونتيفيون لتر d'une façon aléatoire, je vais mettre les deux fonctions. Donc, la première chose, je vais mettre l'égal. Je vais mettre C, H, A, R, je vais mettre la table. Et ici, je vais mettre le concept de nesting functions, ta fonction fait juste fonction. Et ici, je vais mettre la référence, je vais le caractère, je vais une référence aléatoire, mais bien une limite. ليميت الوطنيه وليميت الفوقانيه اللي هما قلنا الحروف ما بين 65 و 90 هذاك علاش باش نعمل راند بتوين شيرت براند شوفوها هوني طلعت لي دونك ننزل عليها وننزل على التاب ويقول لي اعطيني الليميت مينيمال هي 65 الحروف يبداو من 65 والليميت ماكسيمال هي 90 باش اختار 90 دونك بعد ما نزلت على الفيرجول نتعدى الارجيومون ثاني ننزل 90 هوني نسكر البارونتيز البارونتيز هذه نتاع لي زارغومون نتاع راند بتوين دونك البارونتيز هذه نتاع لي زارغومون نتاع راند بتوين وتو لازم نسكر البارونتيز نتاع لي زارغومون نتاع الكار دونك هذاك علاش بنزيد بارونتيز اخرى ومش نزل على كونترول بلس انتري ونشوفوا كيفاش اكسل عطاني حرف الياتوار ما بين لي دو ليميت مينيمال وماكسيمال 65 و 90 ريفيرونس تاع لي كاركتير باستعمال الفونكسيون كار دونك باش نجي في الهندل هذايا ونعاود نشد ونهبط ونشوفو الكسال كل مرة يعطيني حرف الياتوار ومن بعد ما جاوني لي ليتر هوني نجمو نشوفو كان نزل مرتين ونعاود نزل على لونتخي باش نشوفو كيفاش كل مرة الكسال يعاود يعمل الغوكالكول نتاع الراند بتوين ويعطيني دي فالور جدد ونشوفو كيفاش مش نزل على لونتخي ومش يعاودو يتبدلو ونعاود نزل مرتين ويعاودو يتبدلو دونك هوني جبنا الحرف الاول توا نحب قلنا نعملو ثلاثة حروف كوم ايدونتيفيون هذاك علاش باش نحاول نعمل الفونكسيون هذه ثلاثة مرات وباستعمال الفونكسيون كونكاتينيت معناتها باش نعاود لو ميم ارغيومون هذايا ولو ميم سانتاكس باش نعملو كونكاتينيت هوني مش نستعمل الفونكسيون كونكاتينيت باش نستعمل سيني امبرسنت شفناه في ارسال براكتيس كيس نمرو 11 دونك هوني باش نجي للارغومون هذا الكل باش نسيليكسيوني السنتاكس الكل باش نزيد على البوتون دغوا باش نعمل كوبي دونك كوبي ونزيد على الشيفت ونختار امبرسنت دونك باش نعمل كونكاتينيت مع الارغومون هذا الكل خلينا نقرب وكيك تشوفوا معايا وتو باش نعمل باست عاود نعديه باش نعاود نعمل امبرسنت مرة أخرى ونعاود نعدي لو ميم ارغيومون باست مرة أخرى وهوني باش نشوفو كي باش ننزل على كونترول بلس انتري ثلاثة حروف باش يجيوني وكل ما نعاود ننزل ونعزل على انتري يتبدلو سولون الشواء نتاع الفونكسيون الياتوار راند بتوين دونك هوني باش نعدي الفونكسيون هذيا باش نجي في الهندل مرة أخرى ومش ننزل مرتين باش يتعدى حتى لآخر التابلو وهوني نشوفو لي تخوا ليتر كوم ايدونتيفيون تعداولي لي زارتيكل نتاعي كان ما عجبونيش نعاود ننزل مثلا مرتين مرة أخرى وننزل على اونتخي ويصير لي ريفريش دون فاسون اوتوماتيك اون فوا اخترت لي زيدونتيفيون دونك نجم نسيليكسيونيهم الكل
ونعمل كنترول سي، وبعد نعمل كنترول الت في باش نعديهم دون فاسون سبيسيال. دونك كنترول الت في تعطيني الفنتر نتاع الباست سبيشال، ما نعديهم دون فاسون سبيسيال، ونقول له ما عادش نحبهم دي فورمول، نحب نعديهم دي فالور. دونك نختار فاليوز ونزل على اوكي، وتوا كي نعاود ننزل ونعمل لونتري ما عادش تبدل حد شيء، ولي زيدونتيفيون تاعي سون فيكس. دونك هذه هي الاكسل براكتيس كيس نتاع اليوم. دونك شفنا الفونكسيون كار كيفاش تعطيني لي كاركتير من 1 حتى 255، وشفنا كيفاش نجمو نختارو ما بين لي من 1 ل 255 باش ناخذو ريفيرونس نتاع الكاركتير اللي حاجتنا بيه. قلنا الحروف من 65 حتى 90، والكارت تستعمل لارجومون واحد هو الريفيرونس نتاع لي كاركتير هذوما. دونك لارجومون سامبل. من بعد استعملنا راند بتوين مع الكار باش حطينا اون فالور الياتوار ما بين الليميت اللي حطيناهم. قلنا ناخذوا ليميت مينيمال وليميت ماكسيمال، و راند بتوين تعطيني اون فالور الياتوار ما بين الليميت اللي نحددها. استعملنا راند بتوين، دونك زدنا الليتر اللي حاجتنا بها، ومن بعد عملنا الكونكاتينيت ما بين السنتاكس نتاع الكار في وسطها راند بتوين، باش زدنا ثلاثة حروف لل les identifiants تاع برودوي لي برودوي نتاعنا. دونك هذه هي الاكسل بارتيس كيس نمبر 23. تلقاو الفيشي هذا في الديسكريبسيون كان تحبوا تترينيو معنا، نجمو تعملوا له تيليشارجمون وتلقاو الفوي براكتيس هذه فيها لي تاسكس، معناتها شنو اللي لازم يتعمل، وتحاولوا تعاودوا معنا البارتيس كيس هذه. ان شاء الله تكون البارتيس كيس هذه يوتيل ليكم وتعاونكم في حياتكم وفي خدمتكم. وتابعونا على ديرسلو، وميرسي.